قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس بمنطقة هضبة الجلالة. تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويا، ومصنع جرانيت بطاقة 1,000,000 متر مربع سنويا. مصنع رخام رقم 1 لسيادتك مشرفنا فيه حاليا يا فندم ان شاء الله، بطاقة انتاجية 3,000,000 متر مسطح، وده تم الانتاج التجريبي بتاريخ 1/12 والانتاج الفعلي بتاريخ 9/12 ان شاء الله يا فندم. مصنع رخام رقم 2 وده ضمن مجموعة مصانع تم الاتفاق عليها مع شركة بدريني شهر اكتوبر اللي فات، وتم التعاقد فعلي، وان شاء الله هيتم التوريد خلال 8 شهور للمصنع رقم الاول ورخام والمصنع الاول جرانيت، ويتم الانتهاء من انشاء وتركيب المصنعين يناير 2020 باذن الله. كما تفقد السيد الرئيس أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام وبلوكات الرخام والمنتجات الخرسانية التي تنتج عن هالك الرخام، حيث تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 من يونيو 2020. يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر.
كما شملت الجولة مجمع الأسمدة الإسلامية. أسأل سيادتك يا فندم في عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة. يقع مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة على مساحة 400 فدان، بينقسم إلى ثلاث أجزاء: المدينة الإدارية والسكنية، مجمع المصانع، منطقة الخامات. بالنسبة لمجمع المصانع بينقسم إلى خمسة قطاعات، تسعة مصانع. القطاع الأول المميز باللون الأزرق، وهو قطاع حامض الكبريتيك المركز، عبارة عن مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة 1,250,000 طن في العام، بالإضافة إلى 2 وحدة توليد طاقة كهربائية تنتج 46 ميجا وات ساعة، تكفي احتياجات المجمع بالكامل بنسبة 75%. المقاول العام لهذا القطاع تحالف شركة انتكس الأسبانية مع شركة حسن علام المصرية، نسبة تنفيذ 98.8. القطاع الثاني وهو المميز باللون الأخضر هو قطاع مصانع حامض الفوسفوريك التجاري والنقل، وهو يتكون من 4 مصانع: مصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري ومصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقل. ينفذ هذا القطاع تحالف شركتي باليستر الإيطالية وبتروجيت المصري. ينتج هذا القطاع 400,000 طن من حامض الفوسفوريك التجاري سنويا، بالإضافة إلى 100,000 طن من حامض الفوسفوريك النقي سنويا، وهذه المادة يا فندم تنتج لأول مرة في جمهورية مصر العربية، ونعتبر الشركة السادسة على مستوى العالم لإنتاج هذه المادة. نسبة التنفيذ 93.1. القطاع الثالث والمميز باللون الأحمر، وده قطاع الأسمدة الذوابة، بيتكون من مصنع واحد لإنتاج سماد أحادي فوسفات الأمونيا البلوري أو سماد ثنائي فوسفات الأمونيا البلوري بطاقة 100,000 طن سنويا. ينفذ هذا القطاع شركة أوهان الصينية بتكنولوجيا شركة جيا الفرنسية. نسبة التنفيذ يا فندم 98%. القطاع الرابع المميز باللون الأزرق، وهو قطاع الأسمدة المحببة، عبارة عن مصنعين: مصنع لإنتاج سماد الداب ومصنع لإنتاج سماد التي اس بي، سماد ثنائي فوسفات الأمونيا المحبب وسماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب. ينتج 400,000 طن من سماد الداب سنويا، بالإضافة إلى 250,000 طن من سماد التي اس بي سنويا. ينشئ هذا القطاع تحالف شركتي انتكس الأسبانية وحسن علام المصرية، نسبة التنفيذ 97.8%. القطاع الخامس يا فندم المميز باللون الأحمر هو قطاع المرافق الصناعية، وده بتنفذه يا فندم شركة أوهان الصينية، نسبة التنفيذ فيه 99.5%. بالنسبة لمنطقة التخزين الخامات، هي منطقة تخزين لخام الفوسفات وخام الكبريت. بالنسبة لمنطقة تخزين الفوسفات، هي احنا هنا برضو في عملنا يعني ترند جديد، وعملنا نفق هنا كبير لتداول الفوسفات عبر سيور طولية ومنها إلى المصانع، ودي يا فندم بتوفر 50% من معدات النقل والتداول. حقيقة من اليوم الأول يا فندم إن احنا جينا السخنة هنا، واحنا نعلم أن منطقة السخنة من المناطق المهددة بالسيول، درسنا فورا قبل ما نبدأ في المجمع إن احنا نعمل قناة لحمام السيول، والحمد لله القناة دي بطول 1500 متر وبعرض 35 متر وعمق 3 متر، ده المنظر يا فندم في 25/4/2018. السيول جت من تحت الجلالة، تحت طريق الجلالة، عبر الكتفين المعمولين، ووجهتها إلى القناة بتاعتنا جنوب المجمع، والحقيقة بفضل الله تعالى
مفيش لم نتأثر بما حدث. المنطقة الإدارية يا فندم والمنطقة السكنية، القاعة الرئيسية اللي حضرتك مشرفنا فيها إدارة المجمع، في إدارة مالية وتجارية، محطة الكهرباء الرئيسية، محطة الغاز الطبيعي، محطة معالجة الصرف الصحي. أقمنا مدينة سكنية للعاملين تكون من 11 عمارة، ويوجد مجموعة من الملاعب الرياضية. محطة تحلية مياه البحر، تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 32,000 متر مكعب في اليوم، قابلة لأن تكون قابلة لأن تتضاعف وتكون 64,000 متر مكعب في اليوم بواسطة شركة ديساليا تحت إشراف إدارة المياه للقوات المسلحة. ودي انتهت يا فندم، وبنستقبل منها مياه محلاة على المجمع حاليا لتشغيل المصانع. الرصيف البحري أنشأنا عليه مجموعة من المخازن والخزانات بيقوم بتنفيذها شركة بتروجيت المصرية، ودي عبارة عن 6 خزانات سعة 30,000 طن لحامض الفوسفوريك التجاري والنقي، ومخزنين كبار كل مخزن بيسع 40,000 طن من السويدة المحببة اللي هي الداب والتي اس بي، ومخزن آخر يا فندم للأسمدة المعبأة، بالإضافة لمجموعة من السيور والترمبات والخضر. نسبة تنفيذ فندم في هذا الرصيف أو في هذه المنطقة 80%. ده حجم الأعمال اللي تمت في إنشاء المجمع. وأستأذن سيادتك يا فندم في عرض موجز للمجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية. سيادتك دي المساحة الكلية اللي تخصصت لنا 600 فدان. احنا اشتغلنا حاليا المجمع الحالي على مساحة 400 فدان. ان شاء الله سبحانه وتعالى المساحة دي اذا بقى 200 فدان هنشتغل مجمع الاسمدة الازوتية على مساحة 50% منها على مساحة 100 فدان باذن الله. واتفقنا مع شركة تيسن كروب وشركة بتروجيت المصرية على اللي اوت واوضاع الست مصانع ان شاء الله. بيتكون المشروع ده من 6 مصانع. مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 400,000 طن في العام، مصنع لإنتاج اليوريا بطاقة 320,000 طن في العام، مصنع لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة 320,000 طن في العام، مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165,000 طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 215,000 طن سنويا، وأخيرا مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية. ودي مادة يا فندم أول مرة تنتج في جمهورية مصر العربية إن شاء الله، ولها سوق عالمي كبير إن شاء الله، لأن الكان ده كله بيتصدر للخارج إن شاء الله، بطاقة 278,000 طن في العام، بالإضافة إلى تربينة بخارية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 17 ميجا وات ساعة تكفي بإذن الله تعالى للمجمع بنسبة 100% إن شاء الله، دون الاعتماد على الشبكة العامة للدولة. مجموعة وحدات معاونة، وحدة تخزين أمونيا سائلة بطاقة تخزينية 15 يوم إنتاج، وحدات تخزين وتعبئة اليوريا بطاقة تخزينية 15 يوم إنتاج، وحدة تعبئة وتحميل اليوريا الشكائر بطاقة تعبئة 950 طن في اليوم، وحدة تخزين نترات الأمونيا بطاقة تخزينية 15 يوم إنتاج. استغلال محطة تحلية مياه البحر، ان احنا طبعا هنزود الطاقة بتاع 32,000 متر مكعب في اليوم، وهي جاهزة لهذه الزيادة، احنا في انشائها كبنية اساسية هي جاهزة لان تصبح 64,000 متر مكعب، ولكن احتياجات هذا المجمع الجديد 18,000، فان شاء الله هنزودها تبقى 48,000 متر مكعب في اليوم باذن الله. هننشئ برضو يا فندم مخازن جديدة في المنطقة بتاعة الرصيف البحري لتستوعب الزيادة الجديدة في الأسمدة الأزوتية اللي هننتجها إن شاء الله. فترة تنفيذ المشروع طبقا للكلام مع شركة تيسن كروب حتى الآن 38 شهر منذ دخول العقد حيز التنفيذ، مع إنشاء جميع المصانع على التوازي. تم الطاقة الانتاجية يا فندم المصنع 200,000 طن سنويا. سيادتك يا فندم تشرفنا بغرفة التحكم الرئيسية للمصنع اللي بيتم من خلالها التحكم بجميع مراحل الانتاج
بداية من مرحلة شحن وطحن خام الفوسفات عن طريق استخدام الطاحونة الدوارة وذلك للوصول للحجم المناسب للتفاعل. تم فندم البدء في التشغيل التجريبي للمصنع بداية من 15 أكتوبر 2018. حاليا فندم تم الانتهاء من تشغيل 70% من مراحل التشغيل. إن شاء الله فندم من المخطط الانتهاء من تشغيل جميع المراحل في نهاية العام الجاري إن شاء الله فندم. وقد قام السيد الرئيس كذلك بالمرور على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء والعمارة والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. جولة السيد الرئيس شملت كذلك الحي السكني والمنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية والتلفريك بمدينة الجلالة، بالإضافة إلى الفندق الجبلي لمنتجع الجلالة الذي يضم 298 غرفة وجناح وثلاثة مطاعم وقاعة مؤتمرات كبرى وحمامات سباحة. كما تفقد سيادته محطة تحلية مياه الجلالة بإجمالي 4 رافعات للمياه من محطة التحلية حتى منسوب 70 مترا لتصل إلى مدينة الجلالة. وتفقد سيادته أيضا مدينة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات لتكديس المياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب تكفي للاستهلاك لمدة يوم واحد.